بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وحلقة جديدة من بينات رمضان على موقع لبنان الكبير. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، ونحن على مشارف العشر الأخير من رمضان، هذه العشر الأواخر التي قال عنها الله عز وجل في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر. هذه الليالي العشر من أعظم الليالي على الإطلاق، من أعظم الليالي عند الله سبحانه وتعالى على الإطلاق، لأن في هذه الليالي تكون ليلة القدر. وهنا أيها الكرام والأخوات الكريمات، لابد لي وأن أذكركم بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: شرف المؤمن قيام الليل. شرف المؤمن قيام الليل، أن تقوم بين يدي الله، أنك تبتعد عن فراشك وتبتعد عن راحتك وتقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى، تصلي له وتناجيه وتدعوه سبحانه وتعالى وترجوه. هذا من أعظم المكارم ومن أعظم المقامات، وهذا الذي يزيد في شرف المؤمن وفي مكانته عند ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون له هذه المكانة بين الخلق وبين العباد. فلذلك الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. شوف، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، نصفه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، نصف الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قيام الليل في حقه واجبا، أما نحن ففي حقنا سنة. فبالتالي يا أيها الكرام والأخوات الكريمات، اغتنموا هذه الليالي التي نحن أقبلنا عليها الآن. وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم ومما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، أنه إذا أقبلت العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله. شوفوا، شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. شو يعني شد مئزره؟ أي أنه دلالة على الاستعداد والتهيؤ لأمر عظيم، وأيضا فيه دلالة على أنه كان يبتعد حتى عن موضوع معاشرة النساء، وكان حتى يوقظ أهله، يوقظ نساءه لكي يقوم ويصلوا صلاة قيام الليل ويتعبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو كان يحيي ليله بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله تعالى نشد الهمة ونعزم على أننا نحيي هذه الليالي المباركات بقدر ما نستطيع، يعني كل واحد منا على قد ما بيقدر، لو ركعتين في الليل، لو 4 ركعات، لو أكثر، المهم أنه يكون لك من قيام الليل في هذه الليالي المباركات نصيب، ولا تحرم نفسك من هذا الخير العظيم العميم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني وإياكم بليلة القدر. اللهم أكرمنا بليلة القدر يا رب العالمين، واجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا. فكما يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.